الليله في حديث القاهره مشروعات طموحه وقضايا تبحث عن حلول. كيف نقرا رسائل الرئيس اليوم في افتتاح مشروع مستقبل مصر؟ جدر القرده هل يصل الينا وهل نحن مستعدون؟ ردود الافعال على وفاه سمير صبري وحقيقه توقيع بن شرقي للاهلي واهم ما يشغل المصريين والعالم في بورصه الكلام. الاقتصاد المصري إلى أين؟ مناقشة مفتوحة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة هذا وأكثر في حلقة الليل أهلا بكم في حديث القاهرة مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده بدايه الاسبوع من حديث القاهره السبت 21 مايو 2022. النهارده كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح مشروع مستقبل مصر الزراعي في طريق الضبعه على مشارف الجيزه والفيوم وامتدادات لحد المنيا. هذا المشروع أنا كنت بمشي دايما على طريق الضبع ده واستغرب هو هنا إيه؟ بلاقي شارع اسمه الإمارات وشارع اسمه السعودية وشارع اسمه مصر وشارع اسمه وهكذا. طيب النهارده آه عايز أتكلم معاكم بطريقة مختلفة شوية. قبل ما نتكلم الرئيس قال إيه، عايز أتكلم عن شوية انطباعات. لقد رأيت الرئيس اليوم مهموماً وعاتباً ومتفائله الرئيس مهموم باين عليه جدا باين على نبره صوته ابتسامته بصعوبه ليه لان الرئيس يشعر بالازمه ويشعر بمعاناه الناس ويشعر ان في قطاع كبير من الشعب المصري بيعاني الرئيس عارف ان الازمه أكبر من أي دولة. الأزمة كبيرة بالفعل، وده كلام من عندي، الرئيس ما قالوش. ده كلام أنا عشان نفصل بس. الرئيس عارف أن الأزمات التي مرت بالعالم في السنوات الثلاث الأخيرة كبيرة جدا. حتى أن المملكة المتحدة بتقول أنها بتعاني من تضخم وبطالة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. فرنسا بتفرض على الناس انها تاخد ازازه زيت واحده في شكوى كبيره ومعاناه اكبر هتكون بسبب الغاز والتبريد والتدفئه في اوروبا وبالتالي دول الشرق الاوسط ودولنا والدول التي تشابهنا تعاني معاناه كبيره جدا هذه الأزمة اللي الأمريكي بيحاول يتلافاها بيعمل إيه؟ بيرفع سعر الفايدة فبيسحب الفلوس الساخنة من الدول اللي فيها اقتصادات ناشئة زي الاقتصاد المصري فبيبقى عندك أزمة حقيقية تبقى في جهود علشان ده يتحل العتب عتب الرئيس جاي من أن البعض يريد الصيد في ماء عكر في هذا التوقيت ماء عكرة بتصطاد فيها احنا في أزمة الأزمة تستوجب أن احنا نقف جنب بعض نفهم الواقع ونحاول نحله نحاول نخفف من اثره اما التفاؤل تفاؤل السيد الرئيس فالتفاؤل جاي من ان احنا بنشتغل ان احنا انجزنا اشياء كثيره تلك الاشياء التي ينتقدها البعض وهنا خليني هاخد جمله عرضيه طويله شويه وارجوكم تتوقفوا قدام فكره فتح وطرح الحوار السياسي أو الحوار الوطني سموه زي ما تسموه. أنه فرصة للبعض للتطاول على ما تم إنجازه أو تشويهه أو تصويره على أنه سبب الأزمة الحقيقية. وكأنه مش موجود خالص إذا لن نذهب إلى حوار سياسي ولكن سنذهب إلى تلاسن لن يفضي إلى شيء. الحوار السياسي أو الحوار الوطني اللي طرحه السيد الرئيس وكلنا فرحنا بيه. نتمنى أن يكون حوار بين أبناء وطن محبين. أبناء وطن هدفهم الحقيقي إن احنا نحسن المستقبل. نبني على ما تم بناؤه. مش جايين هنا علشان تحاكمني. أنا بقول لك تعالى يا معارضة ويا نقابات ويا طلاب ويا شباب. خلونا نفكر واشتركوا في الحياة السياسية. احنا عايزين سقف حرية أكتر. عايزين دول للمعارضة أكتر عايزين نرى حياة سياسية حقيقية ودي ما بتتكونش في شهر ولا في سنة ولا في عشرة دي بتاخد وقت ولكن لابد من نقطة بداية فإذا لم تكن هناك نقطة بداية وهنضيعها بأن نتخذها فرصة كأننا أبطال كلنا أو زي ما الرئيس قال حاطط رجل على رجل وقاعد تتكلم وتنظر عليا على هذا البلد فهتاخدها كده سهله انا ممكن دلوقتي اهو ادمر لكم الاستوديو اللي انا قاعد فيه ممكن اقول لكم الشاشه اللي قدامي دي حلوه قوي الناس اللي بتشتغل هنا تعبت قوي الاستوديو مش كبير لكن احنا عايزين نحافظ على الاستوديو ده عايزين نجدد فيه عايزين نجيب استوديو اكبر في المستقبل لكن واحنا عايشين فيه هنحافظ عليه لكن لو اردت ان ادمر كل حاجه انا هدمر من اول ما انا داخل من الباب من اول وانا داخل المدينه إذن هنا العين أنت عايز تشوف إيه؟ هو اللي عملناه خلال السنوات أو الدولة أو الحكومة اللي عملته خلال السنوات اللي فاتت كان إيه؟ كان دولة بتزداد سكانيا تقريبا بما يعادل 2 مليون مواطن طفل لهم احتياجات ولهم تعليم ولهم أكل ولهم شرب ولهم لبن ولهم فاكسين ولهم حاجات كتير فكان لازم انك تبقى عندك رؤيه للمستقبل وتبني مدن جديده عندك كلام عن ان الدلتا معرضه للغرق والاختفاء بعد سنوات طويله مش طويله قوي يعني في عمر الشعوب ولا حاجه يعني فانت بتعمل دلتا جديده وبتعمل ظهير للمدن فالمنصوره يبقى في المنصوره الجديده المنيا تبقى في المنيا الجديده طنطا دمياط الاسماعيليه كل المحافظات يبقى لها ظهير اخر تم بناؤه بالفعل علشان تكون مطمئن بتاخد الامتدادات السكانيه واذا حصلت كارثه انت عايش فيها. طيب ما هي المدن الجديده عايزه طرق فاتعملت شبكات طرق كبيره جدا. ده شويه طيب حلينا مشكله الكهرباء دفع فيها فلوس كتير قوي وليه بتحل مشكله الكهرباء؟ وده جزء من اللي اتكلم فيه الرئيس النهارده على ان بتقولوا التعليم ليه اولويه ولم ينكر السيد الرئيس ان طبعا التعليم مهم جدا لكن التعليم علشان يبان بيحتاج له 14 سنه تقريبا عشان يطلع اول جيل متعلم صح اللي احنا دلوقتي كنا بنشتغل عليه من اولى ابتدائي وصلنا الرابعه السنه الجايه خمسه ابتدائي لحد ما نوصل للاعدادي نوصل للثانوي شكل الجامعه هيتغير يبقى احنا مستنيين الدوره بالكامل فسال الرئيس هل كنت هتستحملوا 14 سنه حاطين الميزانيه في التعليم كهربا يوك طرق مفيش مباني جديده مفيش زراعه مفيش مصر كانت سله غذاء العالم ولكن بحكم الزمن وتفتيت الرقعة الزراعية وعوامل كثيرة جدا والهجرة إلى الخليج الناس اللي راحت جابت كاسة أبو شريطين وبقت فكرة البناء العشوائي اللي بتتم على أراضي زراعية والفلاحين اللي بيكافحوا ما عادوش بيزرعوا وعد ما يرتاحوا بيجيب الكاسة ويقعدوا وشوفنا ده في السينما في أعمال كثيرة جدا وكان جزء أيضا هو تشقق في جدار العائلة المصرية حصل الهجرة دي أثرت علينا بكل الطرق، كان من الحاجات اللي أثرت عليها هي الأرض الزراعية، الأرض الزراعية اتدمرت تدمير كامل، وبعد ما كنا بنصدر الغذاء للعالم بقينا نستورد غذاءنا المم اللي بناكله من العالم. غذاء يعني علشان ترجع تعمل تاني مش هترجع تشيل البيوت وتصلح الأرض الزراعية لأن الأرض بسط. فكان لازم البحث عن طريق جديد. مستقبل مختلف لمصر. القرارات اتخذت قبل حرب اوكرانيا روسيا، وهنا نقول له شكرا يا سياده الرئيس شكرا على الناس اللي اشتغلوا على ده لان الرئيس النهارده قال المشروعات اللي انتم شايفينها ما هياش قرار ده دراسات وخبراء واساتذه اساتذه جامعات قعدوا واشتغلوا. فلما تيجي تفكر وتقول هو اللي الشغل في توشكا دلوقتي والزراعات والقمح او في الواحات وفي الفرافره او في مستقبل مصر اللي بنتكلم على سنة 24 يكون عندنا 2 مليون فدان وهو أكبر من حجم الأرض اللي موجودة في الدلتا القديمة في هذه السنوات لما تبقى شايف من بدري أنك محتاج تملك غذائك هنعاني بنعاني وهذا هو الهم الرئيس وهمنا كمان سنعاني المطلوب هو تخفيف جزء من المعاناة كيف الرئيس اتكلم في ده لكن المشروع الكبير اللي كان فيه السيد الرئيس النهارده كان مشروع يدعو للتفاؤل وهذا هو التفاؤل الذي يستند الى منطق ما ودناش نتفرج على الارض دي قبل كده رغم انها من سنوات من سنه 2017 وهم حددوا المشروع وبيشتغلوا ما خدوناش نشوف غير ما الارض اتزرعت والقمح بيتحصد والبنجر بيت... بيتعمل علشان السكر، احنا لأول مرة السنة دي يبقى عندنا اكتفاء في السكر، ما بنستوردش سكر ونقدر نحافظ على سعره ما بين 10 و11 زي ما قال السيد وزير التموين. القمح قال لك احنا عندنا بالقمح المصري اللي احنا بنحصده ده لحد يناير الجاي في وقت العالم كله عنده أزمات في القمح. إذا الصورة ليست سوداء. نحن لدينا تخطيط. ولدينا مشكله ولكن المشكله لها رؤى للحل المطلوب ان احنا ما نهبطش بعض ان احنا نساعد بعض عندنا احلام اكبر عندنا عندنا قصور في بعض الحاجات وفي دوله ما عندهاش قصور في نظام بيشتغل وما بتبقاش فيه اخطاء عندنا حلم ان زي ما بنشتغل في الصناعه في الزراعه دلوقتي يبقى بنشتغل في الصناعه في نفس التوقيت ده علشان يبقى عندنا مصانع علشان ما نستوردش ما نطلعش دولار علشان نسدد الديون بتاعتنا وفوائد الديون واحنا عارفين ناكل تعالوا نشوف جزء من اهم رسائل السيد الرئيس النهارده بطبيعتي انا بطبيعه الحال بحب دايما ابقى شايف ومتابع واسمع الكلام كله وده مهم لكن وانا بقول الكلام ده ليه دلوقتي في في اللقاء ده, ده مش رد على حد لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى آه كلام كتير وهنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه اوعى اوعى انتبه انتبه اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش الناس بتسمعك ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام ظلمت نفسك وظلمت الكلام. كل إجراء إحنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي. كل إجراء الدولة ما خدتش بالها منه وما عملتوش. أنا مش بتكلم في سنة و10 أنا بتكلم في 40 و سنة. شوفوا توشكا اللي كان وقفها قبل كده مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط. لكن عدم قدرة على التنفيذ عدم ايه وانا هنا يا محمد يا زكي بسجل ليكوا قدام المصريين كلكم ان الجيش في مصر مش حارب الارهاب بس الجيش في مصر حارب التخلف والتردي وعدم القدره للدوله مع المستثمرين ورجال الاعمال جنبا الى جنب هنا السيد الرئيس بيشاور على نقطه مهمه قوي لما وجه الكلام لسياده الفريق القائد العام للقوات المسلحه فريق اول محمد زكي وهو بيقول له انتوا مش بس واجهتوا الارهاب او بنحارب بس لا ده بيقول له انتوا كمان بتساعدوا في بنى البلد هل على الجيش مساعدة البلد؟ طبعا طبعا قايمين بدور عظيم جدا جدا تعالوا اقول لكم بعض البيانات عن هذا المشروع اللي بنتكلم عنه المشروع ده على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديدة بيبعد عن مدينة 6 اكتوبر 30 دقيقة المشروع ده بالتعاون مع شركات الزراعة الكبرى لتنفيذ البنية الأساسية بإجمالي وتكلفة 8 مليارات جنيه البنية التحتية بس وزارة الزراعة بتقدم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع المشروع بكورة مشروع الدلتا الجديدة علشان يعمل اكتفاء ذاتي والفائض يتم تصديره البنية الأساسية للمشروع تضمن الطرق الداخلية بإجمالي 500 كيلو متر وعشرة وعرض 10 أمتار المشروع متقسم ل طريق طولي و35 طريق عرضي مقسمه لقطع متساويه كل قطعه ألف فدان في تطبيق اعلى معايير السلامه والصحه المهنيه في بيئه العمل لسلامه العمال والموظفين بيهدف لتوفير منتجات زراعيه ذات جوده عاليه بسعر مناسب للمواطنين المساحه المستهدف اصلاحها ما تقرب من 2 مليون احنا ابتدينا ب فدان مئتين الف فدان ثم ضم ليهم الرئيس 150 ألف بقوا 350 ثم ضم 700 فدان اللي هو اتناقش مع سيادة اللواء أمير رئيس الهيئة الهندسية قال إنه هتخلص في 24 فقال له مش ممكن 23 يعني ليه 23 قال له أنا مش عايز عايزين نوفر للناس علشان ما يحسوش بالأزمة نوفر المنتجات الزراعية عشان ما يحسوش بالأزمة سيادة اللواء أمير طلب وقت وقال له خلال اسبوع ندرس ونرد على حضرتك نعرض نشوف ده هنقدر نعمله وينتهي السنة الجاية ولا لا المشروع اللي بيشرف على تنفيذ مشروع المنيا وبني سويف لاستصلاح 80 ألف فدان ليه المنيا وبني سويف لأنهم من البلاد أو المحافظات الأكثر فقرا بيشغل قد إيه المشروع ده يا جماعة احنا آه تم الانتهاء من استصلاح وزراعه 350 الف فدان بيوفر آه عمل لعشرة الاف عامل مباشر و 360 الف عامل غير مباشر ومن المتوقع بانتهاء المشروع مية 120 الف عامل مباشر ومليون ونصف عماله غير مباشره. شايفين الارقام؟ ارقام حلوه. ارقام تقول الدنيا بخير على فكره الاجهزه دي احدث اجهزه في الحصاد يعني مش اجهزه عاديه يعني طيب هنروي منين الميه دي منين الميه دي جايه من عده طرق واحد في ابار اتنين تحليه المياه تلاته هي الـ الترع اللي تم اتشقت النهارده رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي هو الفار استعرض وقدم فيديو مهم جدا اتكلم فيه ورانا ايه اللي تم بالفعل مشروع مستقبل مصر الزراعي ده مسار المياه بالكامل في المشروع 170 كيلو متر منهم 148 كيلو متر مكشوفه حجم الاعمال الصناعيه تقدر 13 محطه رفع و91 عمل صناعي دي الصور قدامك اهو ده كله تم تنفيذه ده مش اقتراحات كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، نسب التنفيذ تقدر ب 46%. محطات الرفع بالكامل هيتم منها الانتهاء في سبتمبر. نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي 98%. القطاع الشرقي فيه بعض التأخير علشان بيعوضوا الأهالي اللي دفعوا لهم لغاية دلوقتي 2.5 مليار جنيه. دي ميه هتتحول، هنجيب الميه هتبقى الأرض تقدر تزرع اللي أنت عايزه. طب يا عم أنت قاعد تكلمنا عنك الحاجات دي، طب والأسعار هي الأسعار هتفضل غالية. ولكن الرئيس النهارده لايف كده وهو قاعد قدم حل. تعالوا نشوف صدر الرئيس قال إيه على الأسعار. كنت أنا يعني إديت توجيه كده دكتور مصطفى مع المحافظة أو المحافظات يعني ووزارة الداخلية وال والتنميه المحليه ان احنا ندرس امكانيه ان احنا الاراضي الفاضيه يعني مثلا أرض فاضلة في ارض فاضيه فدانين في مصر الجديده واحده او اثنين او ثلاثه يا دكتور مصطفى او في مدينه مصر او في اي حته يعني. تقدر تستوعب السوق ده تمام احنا مستعدين ان احنا نتحرك في برنامج سريع نعمله ونخلي الناس بتوع الاسواق الرئيسيه الرئيسيه تمام. اللي هم تجار الجمله أتاح له انه يخش هنا طبعا. يبقى بدل ما بيجيب الحاجه بتاعته تيجي على سوق الجمله في العبور مثلا لا تيجي الحاجه بتاعته على هنا على طول هو عارف بقى هو عايز يودي ايه انا قايل له ان انا عندي هنا في مدينه نصر سوقين من ده وفي مصر الجديده سوقين او ثلاثه وفي البطارية والمرج ثلاث اربع اسواق كده وهو يجيب من عنده من المكان اللي بيتم فيه اللي هو يعني بيشتري بيه المنتجات ايوه لا يعني انا كتاجر جمله بجيب حاجتي على على سوق الجمله ادي نقل ثم بتاحة للناس ياخدوها يبوها تجار التجزئه هيجيب من المصدر الرئيسي آه انا بقى بقول له لتجار التجزئه ازودهم وتجار الجمله ازودهم وبقول له اعمل 10 15 عشرين سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية تتعمل بالطريقة دي واخد بالك يا محمد؟ نقدر آه. اه تتعرض عليا الخطة دي ونقول لهم بس بقى بشرط انا عملت لك ده كله عشان انت تجيب هامش الربح قليل انت عايز تخلي الرقابة على الأسواق وعايز تخلي ان التجار ما يغلوش في أرباحهم باستغلال في الظروف لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية بس الاسواق دي؟ انا بقى مواطن موجود في في مدينه نصر اخد اتحرك لغايه هناك اشتري اقل من التجزئه التجزئه الصغيره اللي هو ده صح. وبالتالي التجزئه ده حل من الاثنين يا يظبط سعره يا ايه؟ يا يظبط سعره يا يظبط سعره ولا سعره؟ الحل اللي بره الصندوق ده حل عملي جدا هو جربناه في رمضان من خلال المعارض بس الرئيس النهارده قالها طبعا هو ما يقصدش القاهره والجيزه ومدينه نصر بس المحافظات كل قطعه ارض كانت للدوله او كانت ملك حد مش باني عليها قالوا نأجرها قالوا نديهم فلوس الرئيس طلب ان الناس ما تحسش باي زياده في الاسعار الموجوده حاليا لحد نهايه السنه وتوقف طبعا قدام فكره الباميه ب جنيه والطماطم بكام وقال المواطن فاهم كويس قوي دي مرحله بتبقى ايام وبتعدي اللي معاه فلوس معاه قرش محيره يجيب باميه معها. لكن في النهايه مش دي الازمه، الازمه ان احنا نحافظ على الاسعار للناس، الرئيس النهارده طلب بشكل مباشر وعندما يطلب رئيس الجمهوريه هو تكليف ان تحافظ الاسعار على حالتها زي ما هي دلوقتي وهي زياده فكفايه قوي كده ما تزيدش عن كده، طب نعمل ايه؟ خد قطعة أرض واشتغل عليها، جهزها وبيكلم سيادة الفريق أول محمد زكي بحيث ان الجيش يقدر هيئة الوطنيه غيره ينزلوا يعملوا الحاجات ومشمع بلاستيك وتبقى معروضات وبتيجي عندنا الارض وعندنا الانتاج فنبتدي نطرح فيها بسعر يبقى تاجر الجمله بدل ما بيروح لتاجر التجزئه تعالى لي هنا عشان تاجر التجزئه اللي بياخد فرق فيضطر تاجر التجزئه يقلل السعر هو كمان اللي هي فكره العرض والطلب فطول ما المعروض كبير كل ما الاسعار نزلت. احنا ايد بايد واوعوا تصدقوا ان في حد ما بيعانيش كان غني او كان متوسط او كان فقير دورنا ان احنا نتجاوز الازمه اللي فيها العالم بيعاني والعالم بيصوت وفي مظاهرات في بلاد وفي غضب وفي حاجات احنا الحمد لله ما بننزلش ما بنلاقيش حاجه السلع موجوده بعضها ارتفع هنا فكره التكافل فكره تكافل وكرامه فكرة حياة كريمة فكرة الإنسان المصري اللي يقف جنب أخوه واقسم اللي معاه عشر قروش يخلي أو عشرة جنيه أو ألف جنيه أو مية ألف جنيه أو مليون جنيه يدي لأخوه يساعده علشان نعدي هذه الأزمة كنت محظوظ إن أنا كنت هناك وإني شفت بعيني ما حدش قال لي وعملت لقاء مع السيد المقدم طيار بهاء الغنام مقدم بهاء الغنام بيعد بينتهي انتهى تقريبا من رساله الدكتوراه بتاعته سافر بره عنده خبره كبيره جدا في الزراعه عنده رؤيه شاب شاب بس يفرح بجد وهو واقف يشرح قدام الريس وهو فاهم كل حاجه ونايم لهذا المشروع لانه حلم ان يساعد وطنه كل واحد بيشتغل هناك ما عندوش حاجه غير ان الارض تخضر الارض تخضر دي يعني عوده مواطن كلنا عايزين نرجع للأرض نشم ريحة الطين وريحة الزرع ونفرح بالثمر وهو طالع تعالوا نشوف قلقي نقدر نقول للمواطن المصري احنا استصلحنا قد ايه لغايه دلوقتي طبعا زي ما حضرتك احنا قلنا هنعيد تاني ونقول ان مشروع مستقبل مصر هو البكوره الزراعيه لمشروع الدلتا الجديده المساحه الاجماليه للمشروع حوالي مليون وخمسين الف فدان لمشروع مستقبل مصر دي حضرتك يعني تبقى جوه مساحه الدلتا الجديده اللي هي 2.2 واتنين من عشره مليون فدان حتى الان تم استصلاح حوالي 350 الف فدان ومخطط ان احنا ننتهي من المساحه الاجماليه في 24 بمناسبه الدلتا الجديده وحضرتك دارس بتدرس دكتوراه دلوقتي وعندك علم كويس بالتغيرات المناخيه، هل علاقه هل في علاقه ما بين الدلتا الجديده والمخاوف على الدلتا القديمه؟ طبعا لا لا علاقه ما بين الاثنين خالص لان احنا النهارده لما نيجي نتكلم عن الدلتا الجديده احنا بنتكلم عن مخزون جوفي موجود ملوش اي تاثير على الدلتا القديمه في شيء بنتكلم عن مياه صرف زراعي لو اتكلمنا عن مصدرين الري اللي موجودين بنتكلم عن مياه صرف زراعي كانت بتفقد بيعاد استخدامها تاني ومعالجتها بحيث انها تسمح وتصلح لجميع انواع الزراعات فاحنا بعيد كل البعد عن عن التاثير على الدلتا القديمه كمان سالت المقدم بهاء الغنام عن فرص العمل الخطط اللي هينفذها المشروع ده ايه وفرص العمل تعالوا نشوف الخطط ايه خطط انشاء شبكات طرق طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو المشروع بيقع تقريبا على ثلاث او اربع محافظات كمان المشروع مليون في الدم مواجهته على محور الضبعه حوالي 120 كيلو مواجهته بالعمق حوالي من 60 ل 70 كيلو حضرتك احنا تقريبا في نطاق محافظه الجيزه ونطاق محافظه البحيره ومطروح والامتداد الجنوبي من المشروع احنا في نطاق محافظه الفيوم طبعا المحاور اللي موجوده الجديده هي نقطه قوه هي اساس نقطه القوه واساس نجاح هذا المشروع من الركائز الاساسيه لنجاح هذا المشروع هو توفر المحاور والطرق الجديده اللي تشقد لشقتها الدوله في عرض الصحراء. ده النهارده اللي بيخلينا ان احنا نبقى قلبنا جامد في التوسع الزراعي في اي مكان عشان نقدر ننقل الحصلات الزراعيه، عشان نقدر نستقبل مستلزمات الانتاج و, و... وده يعني من الحاجات الاساسيه اللي احنا النهارده ما بنجدش فيها اي مشاكل، نفس الكلام برضو بالنسبه للعماله وتوفر الايدي العامله، ده من الحاجات الاساسيه اللي حفزت وجود النهارده وتوفر ايدي عامله داخل المشروع من جميع المحافظات اللي المشروع واقع داخلها. طيب فرص العمل اللي بيوفرها المشروع وامور اخرى لا تقل اهميه. ماذا قال؟ احنا عندنا عمل قد ايه تقريبا في المشروع لغايه دلوقتي؟ تقريبا احنا عندنا حوالي 10000 فرصه عمل مباشره وحوالي من 300 ل ألف فرصه عمل غير مباشره وده تطور يعني غير مسبوق بنسبه من 20 ل 25% تطور الايدي العامله داخل مشروع مستقبل مصر. はい。 هي ايه الزراعات اللي عندنا؟ يعني لما نقول للسيد المشاهد او المواطن وهو سعيد بده نقول له احنا عندنا ايه؟ احنا زارعين في 350 الف فدان لغايه دلوقتي والله يا فندم هي رساله برضه للمواطن احنا عايزين نوجهها من خلال حضرتك طبعا احنا عندنا جميع الزراعات الاستراتيجيه الموجوده سواء قمح، سواء بنجر، سواء فول صويا، سواء عباد، سواء النهارده شعير، النهارده الذره كل كل ده كل ده موجود فاصوليا اه فاصوليا العباد الشو... كل ده النهارده زراعات موجوده الرساله اللي احنا عايزين نوجهها للمواطن ان احنا كان النهارده الاحداث العالميه اللي موجوده في الاقتصاد العالمي بسبب بشان حرب روسيا واوكرانيا لولا النهارده التوسع الزراعي اللي موجود ورؤيه السيد رئيس الجمهوريه في التوسع الزراعي وفي الامتداد الزراعي ده كنا الازمه دي تفاقمت منا وكانت ممكن تحولت الى كارثه التنوع الزراعي اللي موجود مش هدفه بس زراعات القمح فقط لا غير على اعتبار لا بالعكس ده احنا بنحاول النهارده عشان يحصلش اي نوع من التعطش في السوق من اي منتج من المنتجات الزراعيه فده بيودينا ان في سياسه زراعيه وفي خطه زراعيه موضوعه للمشروع هدفها ان المواطن يحس بالاكتفاء الذاتي وان النهارده نقدر نحققه من خلال التنوع الزراعي للمنتجات الزراعيه. شكرا سياده المقدم باقي الغنام انت وجه مشرف لمصر يا ريت يا ريت منك كتير كده واكيد مصر مليانه على فكره مصر فيها عقول وفيها ناس بتحلم ومش بتحلم على السرير بتحلم على الارض عشان تنفذ اللي بتحلم بيه. طيب هل المشروع ده الحكومه اللي ماسكاه؟ الدوله اللي ماسكاه؟ في جهه اللي ماسكاه؟ ولا هذا المشروع بمشاركه وفيه مستثمرين ولسه في مستثمرين حييجوا اكتر؟ خلونا نفهم معانا رئيس مجلس اداره احدى شركات الاستصلاح الزراعي اللي قابلته النهارده المهندس محمد جمال غريب كان حاضر وشفته شاب متوهج برضو كده وعنده امل ومتفائل خلونا نعرف هو القطاع الخاص بيعمل ايه داخل هذا المشروع مهندس محمد جمال اهلا وسهلا أهلا بخير بي بيه حضرتك اهلا بي اهلا بس أهلاً 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 مهندس قول انت 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 مستثمر ازاي في هذا المشروع مستقبل مصر الزراعي إحنا واخدين أرض من المشروع حق انتفاع وبنستصلحها وبنزرعها محاصيل استراتيجية زي القمح والذرة والبنجر. واخد مساحة قد إيه شركتك؟ الشركة عندي متخصص لها 3000 فدان مزروعة بالكامل الحمد لله. مزروعة بالكامل. اه الحمد لله. أنت واخدها حق انتفاع بس أنت بتستفيد بالإمكانيات الموجودة في المكان. تمام. تمام. يعني الماكينات الموجودة بتاع الحصاد والكلام ده كله أنت بتستفيد منه. وشبكة الطرق والكهرباء وكل والأمن وكل كل ما يتوفر فيه من إمكانيات في المشروع علشان أجي في مشروع زي ده مهم إن أنا ببقى أكون بفهم في الزراعة صح؟ تمام تمام أقدر أخد مساحة قد إيه؟ هل متاح إن لو عايز مئة ألف فدان هيدوني؟ دي إدارة المشروع بتحددها المقدم بها بيدرس الحالة وبيقرر على حسب الحالة وجدية المستثمر اللي جاي عدد الشركات الخاصة اللي موجودة في المشروع لغاية دلوقتي قد إيه تقريباً؟ بص أنا ما أعرفش قد إيه بالظبط بس أعتقد إحنا في حوالي 40 شركة 40 شركة؟ آه أبرز الزراعات الموجودة إيه هناك؟ القمح، البنجر،, البنجر الـ الفول الصويا، الذرة الصفراء الفول السوداني، البطاطس عباد الشمس وعباد الشمس كل ده عشان نطلع زيت تمام تمام أه هو فول الصويا إحنا كده بنطلع زيت علشان اللي بنستورده من ب... أوكرانيا تمام ما. انا بس ممكن تسمح لي اقول حاجه؟ اتفضل. أه بس انا عايز أه... ابين اهميه اللي الريس بيعمله ده. اللي بيين لنا. أه في تقرير من الامم المتحده طالع بيقول ان سنه 2050 المنتجات الزراعيه على مستوى العالم هيبقى عليها زياده في الطلب بنسبه 60%. امم الستين في 60% دي عشان نغطيها عن الـ في الظروف في في اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي بنفس الاراضي بنفس الموارد المايه وكل ده عايزين نزود كل سنه 2%. ايوه. اللي بيحصل دلوقتي اقل من, من على مستوى العالم واحنا أيوة. مصر جزء منه منها سبعه من عشره في يبقى احنا من بنواجه خطر كبير ان ان الطلب اكبر بكتير من العرض. امم أه أه الحل في الحاجات دي ان احنا نتوسع افقي وراسي مع بعض الافقي ان احنا نزود مساحة جديده والراسي ان احنا نرفع الانتاجيه في حته المساحه باستخدام التكنولوجي. فقامة السيد الرئيس من ساعة ما, ما, ما تولى مسؤولية إدارة البلاد وهو مهتم جدا بالمشاريع توشكا شرق العينات آه، سينا الوحات آه جديدة الوحات آه، في كل حتة وبما يتوازي أصلاً كمان بالمشاريع المساعدة ده زي الكهرباء الطرق محطات تحلية المية التطوير الجهاز المصرفي المواني كل ده بالتوازي مع بعض انتوا شايفين حجم العمل بيتعامل ازاي وحجم الطرق اللي بقت بينا يعني بنمشي عليها وبتنقل منتجاتنا وبتدخل لنا مواد الخام والمنتجات المنتجات المساعده كل ده يا جماعه الرئيس بيعمل انجاز ما اتعملش في 400 سنه بيتعمل في شهور نعم. احنا بنسافر وحضرتك بتسافر وتشوف بره وبتشوف حجم التطور الجمهوريه الجديده اللي الرئيس بيعملها بالعظمه اللي بتحصل في كل المجالات دي لازم الكل يشارك فيها وكل واحد على 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 مساهمته من اول العمال المهندسين المديرين اصحاب الشركات والوزراء لازم يساعدوا ويساهموا بجديه لان ما عندناش فرصه ولا رفاهيه الوقت يعني ال 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 الرئيس بيصر النهارده على سرعه انتهاء السنه الجايه في 2023 رئيس يدرك وواعي تماما لخطوره الموقف عالميا الناس كلها لازم تعرف لا احنا جزء من العالم يا باشمهندس يعني فعلا طبعا. زي ما العالم بيتاثر احنا بنتاثر هي القدره على الصمود وهي الاهم ممكن تقول لي علشان لو اي حد بيتفرج علينا وعايز يستثمر ايه الاغراءات او المزايا اللي بيقدمها لك مشروع مستقبل مصر الزراعي انت عندك في المشروع كل مقومات النجاح لاي مشروع زراعي، احنا درسنا احنا عندنا خبراء واستشاريين في الاقتصاد والاستثمار أيه. درسنا مشاريع كتير لان من انجح المشاريع في في مصر واللي ليها مقومات نجاح هو مشروع مستقبل مصر. وبقياده الدكتور المقدم بهاء الغنام واحنا يعني احنا محظوظين ان احنا معانا واحد زي 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 بهاء بيه ومهما قلنا فيه ده هو أفعاله ونجاحاته بتتكلم وما نقدرش نقول يعني, يعني اللي أنا أقصده طبعًا طبعًا بهاء مقدم بهاء نموذج يفرح بصراحة. يعني محتاجة فلوس كتير فأبقى خايف أروح ولا بيساعدونا فوأنت رايح تستثمر بتدفع مبلغ وبتدفع المبلغ فورًا ولا بعدين؟ لا لا في 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 نظم في الدفع ودارة المشروع بتساعد وفي بنوك بتساعد و الدنيا كلها بتساعد علشان عارفين أهمية الموضوع يعني لو أسفل. أنت بتشوف خريجين زراعة شباب ممكن يجتمعوا ويروحوا يتقدموا ويشاركوا ويبقى عندهم جزء من الاستثمار أو مشروع في مكان زي ده تمام وكمان في الريف المصري كمان بيوفر ميزة زي دي يا طب ده جميل ربنا يوفقك يا باشمهندس وإن شاء الله الزيارة الجاية نكون وصلنا للمليون وخمسين ألف فدان قبل ما نوصل لل2 مليون محمد جمال غريب رئيس مجلس اداره احدى الشركات للاصلاح الزراعي نذهب الى عناوين الاخبار ومن بعدها القليل من القصص الاخباريه قبل ان نبدا فقرات اليوم الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي رئيس مجلس النواب الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية مساسا غير مقبول بقواعد القانون الدولي وزير المالية إيرادات قناة السويس قد تبلغ 7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية مصر تسجل خمس إصابات يومية في المتوسط بفيروس كورونا وحالتي وفاة رئيس المجلس الرئاسي الليبي يرحب بتقارب مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري. روسيا تعلن قائمة تضم 963 أمريكياً ممنوعين من دخول أراضيها، تضم بايدن وبلينكن ورئيس المخابرات. الخارجية الأوروبية، إمدادات الغذاء العالمية في خطر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. الرئيس الأوكراني الدبلوماسية وحدها ستضع حداً للحرب في أوكرانيا بايدن مستعد للقاء رئيس كوريا الشمالية إذا كان جاداً بالمحادثات الأهلي يلتقي إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز الأرصاد غدا طقس معتدل نهارا مائل للبروده ليلا والعظمى بالقاهره 27 درجه. اهلا وسهلا بحضراتكم. ما صدقنا خدنا نفسنا ما خدناش قوي، العالم لسه مستني متحورات كورونا ووجع القلب يطلع لنا جدر القرود، ايه جدر القرود ده؟ العالم كله دلوقتي بيتكلم عن هذا الجدري الشبيه بالجدري البشري رصد لأول مرة في الكونغو الديمقراطية في السبعينيات وزادت الحالات في العشر سنين الأخيرة في الساعات الأخيرة بس منظمة الصحة العالمية أعلنت ظهور جدري القرود في 11 دولة واكتشاف 80 حالة مؤكدة إصابات في كندا، أمريكا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، أستراليا غيرهم لا كمان ده وصل جنبينا إسرائيل طب ماذا عنا؟ هو ايه جدر القرود ده وبتنقل ازاي وهل احنا في خطر ولا في امان خلونا نسمع من العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقايه دكتور محمد ازاي حضرتك استاذ خير يا باشا ازاي صحتك واخبارك ايه كل سنه وحاجة وحضرتك بخير وسعاده يا فندم الله يخليك ويبارك فيك دكتور محمد ما هو جدر القرود شوف سيادتك كان زمان من زمان قوي يعني آه. كان في مرض اسمه الجدري ايوه لو السمول بوكس وده كان مرض خطير جدا وكان بيعمل اوبئه عالميه وكان قاتل يعني نسبه الوفيات بتاعته كانت بتبقى كتير جدا الحقيقه الجدري البشري اختفى تماما من على الارض وده بفضل التطعيمات او اللقاحات اللي اتخذت لهذا المرض أي. يوم 13 مايو بدأ الكلام على آه يعني الجدري القرود أو مانكي بوكس بدل سمول بوكس سموه مانكي بوكس. أي. ليه؟ لأن هو مصدره القرود. يعني هو اختفى من إنسان لكن موجود في القرود. آه لغاية النهارده الظهر يا أستاذ خيري كان عدد البلاد اللي رست فيها حالات 12 حالة. 12 بلد. وعدد الحالات 80 آه حالة. وحضرتك زي ما قلت بدأ في نيجيريا وموجود في عده دول منها بريطانيا والبرتغال واسبانيا ودول اخرى موجوده. الديزيز عندهم في نيجيريا موجود في الورود وهو ممكن ينتقل الى الانسان يا اما باختلاط مباشر او غير مباشر. لكن هو بيدي مرض يشابه تماما اللي كان موجود الجزء ينتقل من القرود الى الانسان ومن انسان الى انسان. ممكن ينتقل من انسان لانسان. نعم. آه فهو يعني هو ده الحاله بتاع المرض بينتج عنه اعراض سخونيه اعراض عامه ثم بيعمل طفح بيبدا في الوجه وثم ينتشر في اجزاء كثيره من الجسم. نعم. لكن الحاجه المهمه إن المرض ده لحد دلوقتي ما نقدرش نقول أنه وباء عالمي لكن هو المرض ده بيشفى بالعلاج والحالات بترجع طبيعية، هو مرض فيروسي أيضاً يا أستاذ خير. فيروسي. آه. 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 فال... يعني لو حالة موجودة في المجتمع أو في الكوميونيتي زي ما بيقولوا ممكن آه يعني بالاتصال المباشر أو غير المباشر آه ممكن يحصل إن شاء لهذا المرض. مصر آه. ممكن تاخد احتياطات إيه يا دكتور محمد؟ والله يا احنا بنؤكد الحقيقه ان الاحتياطات الوقائيه ما هو ده هيجي من بره نعم فالاحتياطات الوقائيه تستلزم التجديد هو الحقيقه في تجديد حاليا في الرقابه في المواني والمطارات اولا للمسافرين واحنا تقريبا كل اسبوع يعني الاسبوع اللي فات مثلا دخل مصر 509 الف شخصيه من العالم سواء جايين للسياحه او لاغراض اخرى في مصر انما عدد كبير لا. وعشان كده الترقب والترصد والحذر مع القادمين من الخارج مهم للغايه ومتابعتهم يعني ايضا يبقى في كادر صحي ده اللي بيتعمل وبيتابعوا الاشخاص الجايين في اماكن تواجدهم سواء اقامه منزليه او اقامه فندقيه الحاجه الثانيه المهمه هو مراقبه اي حيوانات تيجي من الخارج وطبعا لو في رود بتيجي لاي سبب يبقى في مراقبه شديده ليها ومتابعتها عن طريق الحجر الصحي البيطري. فدي النقاط الوقاية حضرتك بتقول إنه هو مش مميت، يعني اذا تم اكتشافه له علاج. له علاج وفي خلال اسبوعين ثلاثه الحالات بتشفى تماما لحد دلوقتي. لكن بيتم عزل المريض في هذه الحاله. المريض بيعزل وبياخذ العلاج اللازم لهذه الحالات ولحد دلوقتي يعني منظمه الصحه العالميه لم تصدر اي بيان بمنع السفر او منع التعامل مع الحالات او اي حجر صحي على اي بلاد. على فكره الحالات اللي اصيبت بجدر القرود في المملكه المتحده المتحده اللي هي بريطانيا يعني كان كلهم من اسره واحده وكانوا سافروا الى نيجيريا حيث ان المرض متوطن هناك ثم في 15 مايو يعني بداوا 13 مايو 15 مايو قبله عن اربع حالات اضافيه اكدت بالمعامل او الاختبارات ان هي يعني القروض. ربنا يحفظنا يا دكتور مش عارفين هنروح يعني من إيه الكورونا نلاقي حاجات كده ربنا يسترها بشكر حضرتك ربنا يحفظنا الجبل. ويسترها ويقينا من كل الشرور المرضيه وغير المرضيه وشر الأوبئة ويحفظك يا أستاذ. اللهم آمين، بشكرك جدا حلوش. العالم الكبير دكتور محمد عوض طاج الدين المستشار الصحي للسيد رئيس الجمهورية. الاقتصاد والحراك في مصر والحديث عن حوار وطني عامل حركة كده ندوات وحاجات كلها مهمة. الخميس اللي فات جامعة النيل استضافت ندوة لمناقشة كتاب في التقدم مربكات ومسارات للدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق والاقتصادي البارز في صندوق النقد أو في الأمم المتحدة أنا آسف يعني من الشخصيات البارزة جدا في إطار الأنشطة الثقافية والتوعوية للطلاب والمجتمع تعالوا نشوف ماذا دار في هذا اللقاء الهام الكتاب معني بامور التنميه المستدامه وامور التقدم وبدا بفصل عن التنميه وعلاقتها بالتقدم وذكرت فكره سباق الامم وفيها فكره ان الامم في سباق مستمر في سباق التقدم وده بينقلنا للفصل الثاني انه في سباق التقدم تتنوع المربكات واثرها عالميا وقد تسببت المربكات أزمات تتعلق بالأوبئة شفنا شوية منها وما زلنا فيها أو بتغيرات المناخ أو بتقلبات سياسية حادة أو بصدمات اقتصادية مفاجأة أو بمستحدثات تكنولوجية النهاردة كان المناقشة عن كتاب الدكتور محمود في التقدم وربكات ومسارات اللي بيتناول تقريبا كل قضايا التنمية اللي ممكن تأثر في دول المنطقة سواء مصر أو حد دول المنطقة العربية النقطة اللي الدكتور محمود بيتكلم فيها انه أهمية التقدم وأهمية التقدم في سباق الأمم فدي حاجة لسه قدامنا شط طويل نقطعه فيها. دكتور محمود محي الدين كان له الحقيقة توصيف جميل اسمه المربكات يعني المشكلات أو العوائق أو أو يعني من كلمة ربكة المصرية المعروفة. اتكلم فيها عن العالم كيف تجري فيه الامور حاليا، اتكلم عن المؤسسات الدوليه، عن الاقتصاد العالمي، عن مستقبل العالم بعد جائحه كورونا، له نظره مستقبليه قطعا لابد ان ندخل العلم والمعرفه وجوده التوقعات حتى نستطيع ان نصل الى وضع اقتصادي ووضع حتى سياسي متوازن في كل الدول. الدكتور محمود محي هو من الاسماء العالميه في مجال الاقتصاد والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي واللي هبقى حريص جدا ان نقرا كتابه على امل ان احنا نستضيفه الاسبوع المقبل ان شاء الله. طيب كانت خساره كبيره قوي ومؤلمه رحيل النجم صانع البهجه وصانع الحب وصانع الصداقه سمير صبري. حب الحياة، حب الوطن، حب الناس، حب المهنة ده كان شعار سمير صبري. سمير صبري اللي دخل المستشفى لإجراء جراحة ولكن خرج منها وفضلوا عدم إجراء جراحة وصلى العشاء ونام في أحد الفنادق كان نازل فيها عشان يلقى اهتمام ورعاية لأنه عايش لوحده، ابنه من الزيجة الرسمية الوحيدة آه عايش في بريطانيا وهي من سيدة إنجليزية. حكى لنا كتير الفنان الكبير لما التقينا في حوار عندما بدانا هذا البرنامج كان عن نيل وحكالنا حكايات عن اهم اصدقائه وكيف دخل الى هذه المهنه سمير صبري لم يكن ممثلا فقط ولم يكن مذيعا فقط ولم يكن مغنيا فقط بل كان انسان انسان بمعنى الكلمه لا تجد واحد في ازمه إلا إيه ويطلع يقول لك الوحيد اللي كان بيسأل عليا سمير صبري الوحيد اللي كان بيجي يخبط عليا الباب سمير صبري الوحيد اللي وفر لي مكان سمير صبري الوحيد اللي جاب لي علاج وهكذا تبقى ابتسامته هذا الرجل تعرض لشائعات كثيرة جدا ولم يقابلها لم أسمع ولم تسمعوا منه لفظا مهينا أو جارحا لأحد لم يخطئ إطلاقا في حد بلفظ في فنان ما كانش بيغير من حد كان بيحب كل الناس وداعا يا صديقي الجميل تعالوا نشوف جزء من لقائي مع هذا الراحل الجميل اللي مش هيتنسي ابدا سمير صبري كنت بحب الغنى وبغني من وانا صغير في المدرسه وبعدين في بدايتي في الاذاعه في ركن الطفل أه وغنيت وعملت فرقه استعراضيه بات اشهر فرقه في الشرق الاوسط طب ما انت حققت كل اللي عاوزه لو انت عايزني اقول يا استاذ خيري هقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اداني كل ما كنت بحلم بيه في بحثي عن ذاتي أي او بحثي عن انا يعني انا التقيت بحوالي مش عارف فوق ال شخصيه نعم فلما جيت اعمل ده بالحاح كثير من اصدقائي. اكتب قول خلي الناس تعرف. طب اقول عن مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ وفي بعض الشخصيات مش عايز اجرح فيها. يعني انا حبيت قوي مصطفى بيه امين. نعم. لصدقه وصراحته وما الابتسامه اقوى من الانتقام ان تسامح. من اشاء اليك انت طول عمرك متدين يا استاذ سمير انا عارف انك حافظ القران وحريص على الصلاه وده جزء بينك وبين وحجيت بيت الله وحجيت بيت الله انت ما تعرفش دي كمان لا عارف عارف وعملت 9000 عمره برضه ما تعرفهاش ومش عاوز حد لنا. يعرف اه طبعا ولا بجاهر بيها انا عايز اعرف الخلفيه الدينيه منين انت ابن جنرال كان في ال... كان متدين جدا والدي الوالد كان متدين و... ووالدتي كان نفس الشيء وبيت جدي كان نفس الشيء والمجتمع السكندري اللي أنا نشأت فيه المغلق جدا ده كان بيعلمنا تقاليد احترام الكبير احترام المكان احترام البلد الانتماء للوطن الانتماء للأسكندرية أولا صغيرة وبعدين الانتماء للوطن لأن انتماءك للأسكندرية ده جزء من انتمائك للوطن الكبير بقوا يشيعوا أن أنور السادات ما بيحب السمير صبري فبعد ما كنت بعمل سبعة ثمان افلام في السنه بطوله بقى المنتجين يقولوا لا لا بلاش ده الرئيس ما بيحبوش ده السعوديه مش هتشتري الفيلم علشان خاطر انور السادات ما بيحبوش مم. لحد ما قابلت همه مصطفى واكتشفت انه ما كانش له علاقه بايقاف البرنامج النهائي كان ايه السبب؟ ما فيش راس كان يعني كانت خلافات بيني وبين وزير الاعلام في ذاك الوقت فما شد قال يعني ان الست قالت انا من مواليد من بلدي ميت ابو الكوم فدي هتزعل انور السادات فلغ البرنامج وده اللي وضحته لي همة مصطفى بعدين وورتني قرار جمهوري من انور السادات يعاد برنامج النادي الدولي فورا بعد ايقافه باربع ايام حول حضرتك حاجه انا المدرسه اللي انا كنت فيها كانت ارقى مدرسه في الشرق الاوسط اللي هي فيكتوريا كوليدج طبعا مدرسة كان المدرس الإنجليزي كل يوم الصبح أول ما نخش الفصل يقول لنا هل استطعت أن تدخل الابتسامة على أي حد أمس بعد أن تركت المدرسة هل استطعت وإنت في البيت أن تسعد حد من عائلتك شوف أنا ما بنساش الكلمتين دول إلى الآن رغم مرور السنين كتير عليها يعني أن تسعد شيء جميل جدا أن تدخل الابتسامة على حد محتاج أنه يبتسم شيء جميل جدا يعني. آخر مرة شفت ابنك أمتى أستاذ سمير؟ آه في يناير اللي فات كريسمس اللي فات كان هنا ولا رحت له لا, لا انا كنت في لندن كنت في لندن اه السفر دلوقتي بقى صعب جدا صعب آه. اخر جمله بتقولها قبل ما تنام دايما ايه بفتح المصحف واقرا فيه نعم اذكار الصباح, و... الصباح إذكار والمساء الصباح وسوره آه. و... ياسين وبعدين افتح التلفزيون ونام عليه بتنام على التلفزيون على الافلام القديمه الحلوه الرائعه اللي احنا عملناها في الزمن الرائع اللي انا عشته